تصدرت دايما المشاهد اثناء اي دروب داخل النادي الاهلي. الموسم ده تحديدا احنا ما خسرناش حاجه، ماشيين في الدوري، لو خدنا نقاطنا كامله نبقى اول دوري عادي، دوري ابطال افريقيا لحد النهائي ما فيش اي مشكله، لكن دايما كان متصدر مشهد اي مناسبه بتحصل كابتن خالد بيبو. تعمدت ان انت وقلت ده، تعمدت ان انت ترفع الضغط على الفرقه بان انت تشيل الضغط لوحدك، طب ليه ما كنتش بتطلع ترد يا كابتن؟ ليه؟ ما هو يعني احنا كانت الامور طبعا معاك خساره بتلاقي يعني لازم يبقى في حد يعني ايه الناس تخبط فيه. فانا كان هاممني جدا ان طالما الفرقه بعيده عن الضغط وبعيد اللعيبه ما تواجهش بقى الضغط الشديد وان هي تاخد انتقادات تتاثر عليهم، لان طبعا انت محتاج ان اللعيبه تفوق بسرعه ان هي ترجع تاني بسرعه، وده اللي احنا متعودين عليه في النادي الاهلي، يعني اللعيبه بتقدر ترجع بسرعه وتخش تاني في الجيم. فانا كنت باخد الضغط كله، وبعدين انت هتطلع ترد على مين وعلى ايه، والكلام كله مش حقيقي وكلام كله مش افتراء. فانت مش يعني خلاص انت بتشتغل وخلي الشغل هو اللي يتكلم، انما هترد على مين؟ انت اصلا الناس بتقول كده حاجات كده واصلا يعني انت مش حاجه حصلت، فانت بترد على حاجه حصلت، هترد على حاجه ما حصلتش. يعني واحد بيألف قصه فانت محتاج ترد على الواحد اللي بيألف قصه، فانت خلاص يعني مش وكانوا موجهين بشكل واضح جدا. كان واضح اي هزيمه للنادي كنت انا اللي يعني انا على طول في وش المدفع، انا اللي ما عملتش. فمش مشكله، انا استحمل، انا خلاص على يعني لا هو للاسف يا كابتن خالد الناس فاكره دور مدير الكوره على الخط بس يوم الماتش، ما تعرفش بقيه الكواليس. حاجه واحده بس الناس بتشوف مشهد نهائي بس، لكن كابتن خالد بيبو باللي عمله بتونس، الكاميرا الدرون اللي كانت في الملعب، توقف التمرين لحد ما الملعب يترش، الحاجات دي كلها ما حدش عارف عنها حاجه. برضو عايز اتكلمك عن كواليس ماتش الترجي هناك، اللي انت تقريبا ما نزلتش الفرقه غير بشروطك في ملعب التدريب. التفاصيل دي يمكن عشان اتسجلت طول كل السنوات بيبقى فيها تفاصيل طبعا، يعني اكبر من كده واصعب من كده، كل مباراه بيبقى فيها تفاصيل اكتر واصعب من كده، بس دي عشان اتسجلت واتشافت. انما انت طول الوقت بقى انت طول الوقت بقى في حاجات وفي تفاصيل انت بتحاول تحلها بس انا ما بتكلمش، انا ما بعرفش اسوق لشغلي، لان مش المفروض ان انا اسوق لشغلي، مش المفروض ان انا اقعد كل ما اعمل حاجه اروح لافف على الجرايد كلها وعلى السوشيال ميديا اقول لهم والله انا عملت كذا 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 كذا. ما ينفعش، انا شغلي طول ما انا مش باين، طول ما الامور ماشيه كويس. انما خلف الكواليس طبعا في احداث كتيره جدا جدا بتحصل، احداث كتيره قوي، تفاصيل 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 تفاصيل. يعني انا لو قعدت احكي مش الموقف بتاع الدرون ولا رش الميه ده اسهل حاجه. يعني انت في سفريات كان فيها مشاكل ومشكله في الطياره ومشكله في حاجات كتيره جدا، بس انا مش عايز احكي تفاصيل. بطوله افريقيا دي كانت صعبه جدا، ده في طياره عطلت واتبدلت وبيتنا يوم في بلد ثانيه ونزلنا تقريبا على الماتش يعني. بس طبعا الناس ما بتشوفش الكلام ده كله، لان هو انا ما بقولهوش، وده طبيعي ان انا المفروض ان انا اقوله، بس انا طبعا ما بقولهوش. الناس دايما بيتصدر لها قصه ان في مشاكل، وان هو بتصدر للناس لانه في ناس قاعده مركزه 24 ساعه ازاي تطلع خالد ان هو مش كويس، ان هو ما بيشتغلش، ان هو مش مسيطر على ايدك، ان هو مش مسيطر. اي تفاصيل غير التفاصيل الشغل الاساسيه اللي انت بتعملها واللي هي، فانت بتصدر للناس حاجات عشان تشوف الراجل ده ما بيشتغلش، انما الشغل احنا في النادي لا، شغل صعب جدا، شغل مش سهل، تفاصيل الشغل كلها كتيره. فلا يعني انا شايف ان انا صح، مش هنجر ورا مجموعه من ده. خلاص احنا اتعودنا ان انت بتاخد الكلام لوحدك وتسكت، وده كان شيء غريب بس خلاص اتعودنا عليه. طيب فانا مش هنجر وراهم واقعد على كل تفصيله ان انا ادور على يعني لما يبقى في فرصه حاجه صغيره كده بقولها، انما مش هبقى طول الوقت قاعد بحلل لهم الكذب اللي هم بيكذبوه. فهم ده في قنوات فتحت وناس اشتغلت على حس الحاجات ده يا كابتن، خلي بالك يعني. طبعا في ناس اشتغلت، في ناس مركزه جدا، وفي مقدمين برامج يعني هم انا شخصيا بالنسبه لهم عدو يعني. فعادي يعني، وانا مش شاغل دماغي خالص، لان انا ما عنديش وقت بصراحه بمنتهى الامانه ان انا اقعد اتفرغ لكل الحاجات اللي بتتقال. المفروض ان ان ان
ان انا عندي شغل وعندي حاجات كتيره قوي، تفاصيل كتير بتاعه الشغل انا مهتم بيها اكتر من ان انا ارد على كذيب يعني. طيب علاقتك